اهلا بيكم في قناة ياسمينة. النهاردة هنعمل السلق بتاع القلقاس. ناس كتيرة ما بتحبش تعمل القلقاس بسبب السلق لانه بيبقى رخم شوية او ما بيبقوش عارفين يعملوه ازاي. انا جبت السلق وغسلته والمفروض ان انا بيتقطف، يعني هي ديت شكل الورقة. وريها لكم الاول، تبقى طويلة كده وعريضة، بيتقطف كده. بناخد الورقة بتاعتها وبنرمي العرق ده. خليت لكم اتنين عشان اوريهم لكم. ودوت انا عاملاه اصلا متقطف ومغسول. وبنجيب كزبرة خضراء وبرده غسلاها ومقطعاها كده تقطيع عشوائي. اول حاجة هنجيب الحلة، هنولع النار عليها هنحط قد معلقة ونص سمنة كده. لغاية لما تسيح دلوقتي السمنة ساحت معايا، هحط الثوم، حوالي راس ثوم مفروم. هخليها لغاية لما تصفر. احنا النهاردة هنعمل شوية سلق كده حلوين، يعني ممكن يكفوا مرتين او 3 مرات. هنخزنهم في الفريزر عشان مش كل مرة اجي اعمل القلقاس اروح مطلعه اعمل سلق، لان هو بيبقى اصعب حاجة واطول حاجة في القلقاس. السلق مش غالي، يعني هي الحزمتين النهاردة بـ1.50 جنيه، مش غالي خالص يعني. فلو واحدة جابت 4 حزم ولا 6 حزم مش وعملتهم وخزنتهم، انا جايبة اللي معايا دول 4 حزم من السلق و4 من الكزبرة الخضر وحوالي راس ثوم ومعلقة ونص سمنة. هنستنى لغاية لما التومة تصفر معانا خالص. كده التومة صفرت معانا، بقت لونها ذهبي وحلوة، هي بقت مستوية. هنبتدي بقى نحط السلق حبة حبة عشان هو هايش، لغاية لما ايه يدبل. حط مثلا دول لغاية لما يدبل. وحط شوية كزبرة خضراء معاهم. الاحسن ان احنا نعملها في حله مش في طاسه عشان الحاجه ما تقعش مننا، لان هو بيبقى هايش كده. انا حطيت كل السلق اللي معايا والكزبره الخضراء كلها، هيبتدوا بقى ان هم يهبطوا كده في الحله. كده هو هبط في الحله، بس نزل ميته اهو، ما بنحطلوش ميه ولا اي حاجه، هو بيستوي في الميه اللي بينزلها من نفسه. بنفضل بقى نقلب فيه كده ونغطي عليه شويه بقى لغايه لما يستوي خالص، وهوريكم شكله بعد ما يستوي. دلوقتي هو يعني عمل كده زي ايه، زي عجينه كده في بعضها. انا بس حابه اوريكم كل المراحل بتاعته عشان وانتوا بتسووه ما تستغربوش يعني. بس انا هو بقاله كده حوالي ربع ساعة، ولسه برضه هوريكم الشكل الاخير ليه لما نوصل.
دلوقتي هو وصل لمرحلة السوا بتاعته الأخيرة، اغمق خالص كده، بقى لونه زيتي، هو مش اسود بس هو زيتي، بس مش عارفة الكاميرا جايباه ولا لأ. بس هو ده السوا بتاعه، ان هو بيبقى عامل بالشكل ده كده. طبعا هو لسه عروق لان هو احنا ما قطعناهوش، كنا حاطينه فروع يعني. دلوقتي انا هحطه في الكبة عشان افرمه وهوريه لكم بعدها. انا كده فرمته اهو، حبيت اوريكم شكله برضو، بقى ناعم خالص دوت. بقى انا هشيله وهستناه يبرد الاول، بعدين احطه في الفريزر بقى على كيسين او ثلاثة على حسب انا احتياجي وعلى حسب كم نفر. وقت بقى ما تيجي تعملوا القلقاس على طول بتطلعوه بتحطوه، حتى متجمد كده مش لازم يسيح، بتحطوه على طول في شوربة القلقاس. بس لو شكرا ليكو، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لنا سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك. شكرا ليكو، وانتظرونا في الحلقة الجاية من قناة ياسمينة.